الحقيقة كل جمهور النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة اللي فاتت قدم ملحمة في دعم بيتسو موسيماني. لكن قبل ما نتكلم على بيتسو موسيماني خلينا نشوف مستر بيتسو قال ايه. لازم اكون امين معاك. انا عمري شفت جماهير عندها طلبات كتيره او عندها احتياجات كتيره في تحقيق القاب مثل النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي انا كل ما ابتدي اخد نفسي يخلي شهادتي تتفتح للقب جديد. الراجل ده عارف كويس هو فين وبيتعامل مع مين. من اول ما جه مصر وهو عارف ان كل جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، بنخلص من بطوله يا دوبك بنحتفل في اوضه اللبس وبنخرج منها على بطولات ثانيه والتزامات ثانيه كتير. لكن المهم بالنسبه لبيتسو موسيماني هو انه مركز كويس قوي في شغله. بيتسو موسيماني الحقيقه عمل كل حاجه في كاس العالم للانديه، لعب من غير نجوم مهمين جدا، لعب في ظروف صعبه جدا، لعب قدام انديه كبيره وعظيمه زي الهلال السعودي اللي قدر يكسبه 4-0 رغم الغيابات ورغم الحاجات الكتير اللي كانت بتأثر على النادي الأهلي. كل منظومة النادي الأهلي دعمت بيتسو موسيماني حتى قبل مباراة الهلال اللي كانت صعبة جدا وكنا داخلينها وناس كتيرة جدا كانت بتشكك في قوة النادي الأهلي وقدرته على عبور المرحلة دي. الحساب الرسمي للنادي الأهلي وجه رسالة دعم لبيتسو والراجل رد عليها الحقيقة وقال إن احنا جايين هنا تاني إن شاء الله السنة الجاية عشان يكمل حالة الطوارئ اللي مرفوعة في أفريقيا بقالها سنتين، عمالين بنكسب ما شاء الله بطولة دوري الأبطال وبنبتدي أهو مرحلة المجموعات بمواجهة الهلال السوداني. وكمان بيتسو موسيماني نفسه رد على الكلام اللي بيتقال على مشكلة التجديد والكلام ده كله مع الزميل محمد الجزار خلال كاس العالم هناك في الامارات. خلينا نشوفه قال ايه ونرجع مرة تانية. So it's not going anywhere. Don't listen to other journalists. Yes. Who are to create problem. I'm here. I don't want to leave. You can ask Alahmi. They will tell you that I want to stay. And I'm not going. I'm here. Yes. ده كان حديث مستر بيتسو موسيماني مع الزميل محمد الجزار اللي كان موجود بيغطي بطولة العالم المقامة في الإمارات. والحقيقة الراجل يعني بيتهيألي كده رد على كل حاجة. وجماهير النادي الأهلي كمان دعمت بيتسو موسيماني بقوة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الفنان أحمد السعداني كمان دخل كده بعد الاحتفالات الأخيرة في الفترة الرائعة اللي بنعيشها والإنجازات التاريخية اللي عمالة تتحقق قدامنا ودعم بيتسو موسيماني زيه زي كتير من كل جماهير النادي الأهلي. ورسالة بقى لكل المشككين وكل اللي بيتكلموا على بيتسو موسيماني ومستقبله ويا ترى هو يليق بالأهلي ولا لأ ويا ترى هو ينفع يكمل مع النادي ولا لأ، بنقول لهم من هنا كلمة كلمة كلمة. ده حال كل جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي ما بيقبلش أبدا بالوان سايد جيم، هو عايز منافسة وعايز الفريق اللي قدامه يلعب وعايز يكون في أداء عشان الفريق بتاعنا يأدي أحسن ما عنده. خلصنا خلاص بطولة العالم والاحتفالات ما عدتش بره أوضة اللبس وبنرجع بقى لمعجنة ماتشات. عندنا البداية مع الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا وهنخرج بعدها كمان على الدوري، ماتشات كتير جدا بتبدأ بالمقصة وفاركو وكمان بيراميدز ونرجع كمان نلعب سان داونز رايح جاي وفي كمان المريخ السوداني. الحقيقة ماتشات كتير جدا بتنتظر النادي الأهلي لكن ما عندناش أي مشكلة خالص ودايما دايما الأهلي بمن حضر وإن شاء الله ثلاثية جديدة الموسم ده. وقبل ما نختم بنفكركم بالمشاركة في سؤال حلقة النهاردة. سؤال حلقة النهاردة عن واحد من نجوم النادي الأهلي في التسعينات. الراجل ده من خريجي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وما دافعش عن ألوان أي فريق سوى النادي الأهلي طوال مسيرته حتى اعتزاله مع بداية الألفية الجديدة. الراجل ده قضى حوالي 20 موسم مع الفريق وتوج ب 19 بطولة منها الدوري الممتاز لسبع سنوات متتالية، لعب مع ثابت البطل واحمد شوبير واحمد فوزي وكشري واحمد فليكس وكمان الكابتن سيد عبد الحفيظ واتدرب مع هولمان وتسوبل وانور سلامة. وكمان خلونا قبل ما نختم نشوف إجابة سؤال الحلقة اللي فاتت. الإجابة طبعا كانت نجمنا المحترف محمود تريزيجيه هو واحد طبعا من أبناء قطاع الناشئين بالأهلي وكان السؤال فيه يعني حتة كده يعني بتلخبط شوية إن هو اتدرب مع فايلر. الحقيقة هو كان اتدرب مع فايلر في أندرلخت مش في النادي الأهلي لكن كان فيه تعليقات مثيرة كده خلينا نشوفها مع بعض. أول حاجة من سارة صلاح اللي قالت إن هو محمود تريزيجيه اللي لعب مع الفريق الأول في 2012 واحترف في أندرلخت موسم 2016 فبالتالي حقق دوري وحيد مع الفريق ودوري الأبطال 2012-2013 والسوبر الأفريقي 2013-2014 واتدرب مع جوزيه بالجيل الذهبي كله ومع البدري وكيروش في المنتخب ومع فايلر في أندرلخت.
وقالت يعني في الاخر طلب غريب جدا كده، قالت عاوزه تيشيرت لازارو مع الاهلي بقى. يعني ان شاء الله هنحاول نشوف الطلب ده ونحاول نوفره ان شاء الله. وفي كمان ابو احمد والكرمة تمارا قال طبعا هو محمود حسن تريزيجيه ابن النادي الاهلي اللي لعب مع الفريق الاول في 2012 واحترف في اندرلخت البلجيكي موسم 2016، ودي الفتره اللي هو كان بيتدرب فيها مع فايلر طبعا بره النادي الاهلي. في كمان بقى تعليقات كانت يعني غريبه جدا، خلينا ناخد برضو جزء منها. زي عمر عبد الناصر اللي قال لا ما دام لعب مع اوسو كونان يبقى محمود حسن تريزيجيه. طبعا اوسو كونان يعني الله يرحمه مهاجمنا اللي لعب فتره قصيره في النادي الاهلي ووفاته المنيه في بدايه السنه دي يعني الله يرحمه. وكمان رضا زكي قال يعني اجابه كانت غريبه جدا بمنتهى الثقه. رضا زكي طبعا في تعليقاته على سؤال الحلقه قال مش محتاجه فقاقه، هو وليد سليمان. انا مش عارف هو جاب الثقه دي منين. ومحمد اسحاق بقى رد عليه وقال له وليد سليمان ما تدربش مع كيروش يا استاذ رضا. يعني برضو يا استاذ محمد اسحاق هي دي مشكلتك الوحيده ان وليد سليمان ما تدربش مع كيروش؟ احنا قايلين الراجل سؤال الحلقه كان بيقول على نجم ما خدش الدوري غير مره واحده، كابتن وليد سليمان طبعا واخد الدوري ده يعني مش عايزين نتكلم عشان الحسد، واخد الدوري كتير جدا. وبعد كده رضا زكي رد عليه وقال له ايه ما خدتش بالي من كيروش، يعني هي كانت المشكله بس في كيروش. يعني دي كانت جزء من تعليقاته، ومستنيينكم بقى تجاوبوا عن سؤال حلقه النهارده، وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي وحلقه جديده. ويلا يا اهلي.